ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين النهارده، ولو مش مبسوطين فان شاء الله بعد الفيديو ده هتكونوا مبسوطين. النهارده وصلني الاوردر بتاعي من امازون، فحابه ان انا افرجكم جبت ايه. الفيديو غرضه التسليه بس، ممكن احط لكم لينكات الحاجات لو حابين انكم تشتروها احطها لكم في الديسكريبشن بوكس، احط لكم الاسعار هنا او هنا او اي حته. بس كده، هو كده هيكون فيديو يعني تسلية مش اكتر، فاللي حابب ان هو يتسلى يعني يتفرج الفيديو، فيلا بينا نبتدي. بصوا، هو غالبا هيكون كله حاجات يعني ايه، حاجات عناية بالشعر. اول حاجة جبت اللي هو الجزء اللي بيتركب فيه السشوار ده، بيبقى شكله بصوا بيتركب فيه السشوار عشان يخلي الشعر كيرلي، ليه طريقة معينة وكده. لو حابين ان انا اقول لكم ازاي ممكن اعمل لكم الفيديو ده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت عايزين تشوفوا ايه فيديوهات، وحطوا لايكات علشان فعلا المشاهدات تحت الارض، حرفيا ما فيش مشاهدات اصلا، بس انا مستمرة برضو ان شاء الله يعني. فاتفعلوا يا جماعة بليز علشان اعرف اكمل. فدي اول حاجة جبتها للشعر الكيرلي عشان عايزين نجرب نعمل شعرنا كيرلي. وسعرها زي ما قلت لكم احطه في اي حتة هنا، واحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. تاني حاجة جبتها اللي هي الفوطة المايكروفايبر، ده بيكون شكلها لما بتتلبس، دي مهمة علشان الشعر ما يتقصفش. عجبني شكلها ولونها، ودي التفاصيل بتاعتها. حاجة كمان اللي هي البونيه الستان، ده مهم علشان لو عايزة تصحي من النوم تلاقي شعرك في مكانه مش هايش، او يعني حالته تكون كويسة نوعا ما، وبرده بيحافظ على ان الشعر ما يهش ويبقى ناشف ويتقصف والكلام ده كله. عشان كده مهم انه يبقى فيه بونيه ستان. بس الاهم من البونيه الستان على فكرة اللي هو الكسوة المخدة الستان. انا بقالي سنة تقريبا او اكتر بدلة الكسوة بتاعت المخدة، مخليها ستان علشان كده شعري فعلا فرق معاه قوي. فعشان كده جبت البونيه الستان، وبيحافظ على شكل شعرك لو هو كيرلي وكده، فعشان كده جبتها. جبت كمان فرشة، انا كان نفسي تيجي لونها اسود بس مش مشكلة، اللون الابيض حلو برضو. بصوا دول انا ما كنتش عايزه دول الصراحه، يعني انا ما كنتش عايزه الخامه دي خالص. هم كانوا المفروض ان هم 12 توكه ستان، فاتفقت انا واخواتي ان احنا هنجيبهم مع بعض، وكان سعرهم اقل من 40 جنيه تقريبا 38، ومكتوب الراجل اللي عارض الحاجات دي كاتب ستان وحاطط صوره لتوك ستان، فانا قلت بقى خلاص ان هي هتيجي ستان، بس للاسف ما جاتش ستان، جات اللي هو النوع ده وانا مش حباه الصراحه خالص، فهرجعه. طب ليه بجيب التوك الستان؟ علشان تحافظ برضو على الشعر ان هو ما يتقطعش، لان التوك برضو نوعها مهمة قوي، لانه في انواع معينة من التوك اللي بتكون ضيقة قوي او خشنة برضو بتخلي الشعر يتقطع، ولما بتيجي تفكيه بتلاقي نص شعرك طالع في التوك. عشان كده بنجيب التوك الستان. وانا جبت قبل كده من بلس، بس مش المرة دي يعني، جبت قبل كده من بلس كانوا اتنين لونهم بينك وحلوين وكيوت، بس الاتنين سعرهم 40 جنيه، فانا حسيت ان هو كتير، انا مش كل شوية هفضل اجيب توكتين بأربعين جنيه، فروحت قلت اجيب اللي هما 12، بس للأسف ما طلعوش ستان، فشكلي هرجع اجيب من بلس بكرامتي تاني. بعد كده جبت اللي هما الغسول والكريم، تقريبا ده النهاري بتاع ستارفيل، الاتنين بيفتحوا البشرة، وسمعت عنهم ريفيوهات كتير حلوة، عشان كده اتشجعت ان انا اجيبهم. هبقى اعمل لكم ريفيو عنهم واقول لكم مكوناتهم وهل فرقوا معايا ولا لا ان شاء الله، بس لما اجربهم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ودي كانت مشترياتي. يا رب يكون الفيديو سلكوا وعجبكوا، اكتبوا لي في الكومنتس تحت عايزين تشوفوا ايه الفترة الجاية، وتفعلوا ارجوكوا تفعلوا، حطوا لايك، اعملوا كومنتات، اعملوا اي حاجة، المهم اعملوا اي حاجة، علشان حرفيا الفيديوهات مش بتكمل 100 مشاهدة، فانا مش عارفة انا اصلا مكملة ليه، بس مش مشكلة، انا اصلا بحب اعمل فيديوهات. فاتمنى ان انتوا تتفاعلوا ويكون الفيديو عجبكوا، وبس كده، باي باي.